ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. الحمد لله الذي أكرمنا بمواسم الأجر والطاعات وجعل الأعمال الصالحة فيها جاذبة للخيرات. صلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، مشاهدي الأعزاء، سعيد بلقياكم مجددا لنتدارس معنا آيات من كتاب ربنا جل وعلا. قال سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. هذه الآيات الكريمات من سورة القدر تحدثنا عن نزول القرآن الكريم وعن الليلة المباركة وهي ليلة القدر، إذ قيل أن تسميتها بهذا الاسم لأن الله عز وجل يقدر فيها أرزاق العباد للسنة المقبلة كلها. ولا شك أن الله عز وجل جعل خلال السنة كلها خير الشهور شهر رمضان، وخير الليالي ليلة القدر، وخير الأيام يوم الجمعة. وقد جاءت في العشر الأواخر من رمضان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يخص العشر الأواخر بعبادة خاصة، فإذا دخلت أحيا ليله وأيقظ أهله وشد مئزره صلى الله عليه وسلم. فقد كان عليه السلام يعتكف في هذه العشر الأواخر من رمضان ولا يخرج إلا لضرورة قضاء حوائج الناس، فالمؤكد أنها في العشر الأواخر، لكن الليلة غير مؤكدة كما أخفاها الله عز وجل عنا لنجتهد في العبادة ولحكم يعلمها الله سبحانه وتعالى. وقد أخفى الله عز وجل عنا كذلك ساعة الإجابة في يوم الجمعة لنجتهد في الدعاء في سائر اليوم، وإن لربكم لنفحات فتعرضوا لها. ففي هذه الليلة المباركة تتنزل الملائكة لتشهد أن العباد يذكرون الله عز وجل ويبجدونه ويتضرعون إليه راجين من ذلك كله دخول الجنة والعتق من النار. وقد ورد هذا في حديث صحيح طويل إلى أن يقول الله عز وجل للملائكة: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. وأما إحياؤها يكون بالذكر والدعاء والابتهال إلى الله عز وجل في منازلنا، سيما ونحن نعيش ظروفا استثنائية عصيبة في هذا الحجر الصحي الذي نسأل الله عز وجل أن يرفعه عنا. وتلكم الصلوات التي نصليها يجب أن يكون فيها الخشوع والخضوع والخنوع، وأن نركز فيها على الكيف لا على الكم، مستحضرين قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذ من أوجب الواجبات علينا أن نبحث عن الليلة القدر لا في الصلاة فقط، وإنما نبحث عنها في صلة الرحم، ونبحث عنها في رضاء الوالدين، وفي إطعام مساكين، وكسوة عار، أو تأمين خائف، أو رفع الظلم عن المظلوم، أو تقديم مساعدة لمريض. والواجب من ذلك كله أن نبحث عن ليلة القدر في الإقلاع عن الذنوب وترك المعاصي وفي صنائع المعروف، فإن صنائع المعروف تقي مصارع السوء، ولا نحتقر من المعروف شيئا ولو كان قليلا. فإذا فعلنا ذلك لا شك أن الله عز وجل سيقبلنا ويعفو عنا. وعندما سألت السيدة عائشة رضي الله عنها
ماذا أقول؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا. اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا. نسألك يا ربي أن تعفو عنا وأن تلطف بنا فيما جرت به المقادر، وأن لا تعذبنا فإنك علينا قادر، وأن تحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن تحفظنا في وطننا، وأن تحفظ بعينك التي لا تنام مولانا محمد السادس، وأن تبارك في ولي عهده وفي أسرته، وأن تحفظنا جميعا من البلاء ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.